مرحبا. أهلا، كيف كان مشوارك؟ منين؟ أكلت أو بطلب لك دليفري؟ شو؟ لا ولا شيء، بس توقعت غير استقبال الصراحة. ليه؟ يعني قبل ما أطلع كنت عم تحققي معي بخصوص اتصالات بيني وبين صفاء، الله يرحمها، فما توقعت انك تروقي بهالسرعة. لأني عم كبر عقلي، إذا بدي أوقف لك على كل شغلة عاملها من ورا ظهري نقضيها عم نتخانق كل العمر. في مجال أعرف ليش عم تلقحي حكي هلا؟ إمتى التقيت بخليل إبراهيم؟ فأنت عن جد قررتي تعملي علي قاضي تحقيق؟ شو خطر لك تسألي هالسؤال هلا يا حلي عرضك؟ هلا فيني ابقى لبكره عم بسألك وتبقى لبعد بكره عم تتهرب من الجواب، نبقى هيك حديث الطرشين لاخر العمر لنشيب انا وياك، وفيك تكون رجال وتجاوبني لنعرف نوصل لحل. امتى التقيت بخليل ابراهيم؟ بالقصر لما عزمنا الريس على العشاء. ايه اجى لعندي وسلم علي. حطاك الكارت صرتوا تحكوا وعم تلتقوا؟ ايه وعم نتآمر عليكي، وطلب مني حط لك سم بالقهوة مقابل مبلغ مالي كبير، وبعد فترة بقى بتبان علي النعمة، بيوت وسيارات ويخت عم شخص فيه على الانستغرام. ليش ما قلت لي انه التقيته بالقصر وعطاك الكارت؟ هلا ما تقول لي انه لقيت الخبريه مش محرزه انك تخبرني اياها. لا ابدا، بس موضوع بيسمن لك بدنك وبيضايقك، ليش لخبرك عنه؟ انا قاضيه غسان، قاضيه، ومش منطق اني اكون عم حقق بقضيه حدا سمعته مثل الزفت، وهيدا الحدا عم يتواصل مع جوزي وانا ما معي خبر. وافترضي خبرتك بوقتها، شو كان صار؟ ما كان صار شيء، بس ما بيسوى مثل هيك قصص تصير وانا ما بعرف. طيب يا ستي انا اسف، بعتذر اني كفرت وما خبرتك انه اجى لعندي وسلم علي واعطاني كرته. ومن بعد ما اعطاك الكارت ولا شيء؟ ما التقيتوا؟ طبعا لا. كيف عرف بفوتة هشام على البلد؟ وكيف عرف انه بباسبور مزور كمان؟ والله ما بعرف شو بدي اقول لك، بس كلامك عن جد بيكسر الخاطر. هيك مو عيب؟ بلحظة نسيتي أنا شو ونحن شو، وشيطنتيني وكأني غريب وما بتعرفي معدني؟ عم تتهميني إني بايع قصة الباسبور لخليل؟ ولك هذا واحد حوت، حوت ليترلي حوت، يمكن بيعرف نحن بغرفة نومنا شو بنحكي. أنا قلت لك تبعدي عنه لأني خايف عليكي منه، يوم بيطلع معك إنه شاريني؟ وعلى شو بنيتي هالاستنتاج يا الله التحفة؟ لأنه لقيتي كرتو معي؟ أنا ما قلت إنه اشتراك، بس إنه استغربت شوي ليه ما خبرتني. ولك جوزك، أنا جوزك اللي بيوثق فيكي لدرجة إنه مأمنك على ابنه، ما بصير تشكي فيني حتى بينك وبين حالك. أما شو مشروع عيلة نحن الحقيقة، الحقيقة شي بنشد الظهر فيه. ليش عم تحكي هيك؟ لأنه طلعنا ما من الأنفخة خزيت العين، عند أول هزة حولتيني من الشريك وحبيب وزوج وأبو ابنك لمتهم ناقص تبعتيه على هذا سجن رومي اللي اعترف إنه هو اللي خان النبي. لا خلص شو هالحكي؟ أنا بس تفاجأت شوي. تفاجأتي؟ تفاجأتي بتسأليني على رواق؟ تسأليني أنت ومفترض حسن النية؟ نقعد ومنحكي ومنتناقش وبتجربي تصدقيني، لأنه إذا في واحد بهي الدنيا ما له مستعد يغشك فهو أنا. روحي اغتلي بحالك
وتذكري وقفاتي معك، مو منية قسما بالله مو منية، بس بركي بتطلعي من مزاج التحقيق اللي حاطيني فيه، لأنه الواحد بيرخص كرامته كرمال اللي بيحبه، بس مو لهالدرجة هي. طيب خلص روق روق. خص واصي لصدري. اللي عم تعمليه مو بس عيب، اللي عم تعمليه حرام. بدي ارتاح شوي، ما عادش تتركيني لحالي. أكثر شيء منيح بالحياة هو الكذب، أحلى شيء بالحياة هو الكذب، واللي بيقول لك غير هيك بيكون ما بيفهم. تخيلوا حياتنا بدون كذب. تعالوا نتخيل مع بعض. مرة إجت لعند جوزها وسألته بعدك بتحبني؟ تخيلوا يجاوبها الحقيقة، شو ممكن يصير؟ بدها تخرب بيناتهم، بدهم يعلقوا وتخرب حياتهم، وبجوز يوصلوا للطلاق. بس المفارقة انه حتى الكذب بده صدق. اللي بده يكذب لازم يعيش الكذبة ويصدقها، ومع الوقت حتى الكذبة بتصدق صاحبها شوي شوي. تتحول لحقيقة.